أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية كفاءات الإمارات. وكما عودناكم كل أسبوع أن نستضيف ضيفا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بسيدي مناف المصري. أهلا وسهلا بك أهلا أستاذ. وسهلا، شباب. بداية، عرف السادة المشاهدين عن بداية حياتك العلمية والعملية واسم الشركة التي تنتمي إليها. أنا مناف المصري، سوري الجنسية، نعم، مقيم بدولة الإمارات من سنة 2000. دارس أنا إدارة منشآت سياحية، طبعا خلص دراستي بسوريا، وبعدين يعني كنت أروح وأجي على الإمارات يعني أثناء الدراسة، لغاية ما خلصت بسوريا إدارة منشآت سياحية، وبعدين التحقت بالعمل هنا وبلشنا مسيرة العمل بالإمارات. بداية أستاذ، لكل إنسان عقبة وملي وطريق النجاح حافل بالعقبات والسقوط، لكن قف بعد ذلك بقوة وصل إلى القمة. شو العقبات اللي أنت واجهتك في حياتك العملية؟ والله شوف، أكثر العقبات هي بداية بالعمل بالإمارات، لازم يكون عندك الخبرة الكافية لأن تدخل بالسوق الإماراتية، نعم، وتدخل بمجالات عمل معينة. فكان من الصعب أنك أنت تدخل بأي مجال بشكل مباشر، لازم تكتسب خبرة وتكتسب بعض الخبرات، يعني لأنه تعرف الشغل هنا بده كثير خبرات لحتى أنت تقدر توقف على رجليك وتواصل. نعم، متابعة في ظل التميز الشديد هنا في دولة الإمارات، شو اللي ميز شركتكم؟ شوف، هو أغلب الشركات اللي إحنا متنافسة معنا، يعني إحنا مجال عملنا كله قائم على المكاتب التجارية بشكل عام، يعني نعم، فيك تعتبرها طرف من أطراف العقارات هي تقريبا، يعني تمام. فشركات العقارات كبيرة جدا داخل دبي بالذات يعني، وفي تنافس جدا كبير، بس اللي بيميز دائما هذا الموضوع مصداقية التعامل مع العميل، احترام مواعيد معينة بالنسبة لفتح المراكز وإغلاقها بشكل دائم، سهولة التعامل مع العملاء، الأسعار، تنافس الأسعار بشكل عام. فأغلب هاي الأمور بتخلي لك رونق خاص بشكل عام يعني. نعم. أستاذي، شو الخدمات اللي بتقدمها شركة الاختيار الأمثل؟ كلمنا أكثر. شوف أستاذ الكريم، إحنا هاي الشركة إحنا ندخل على الملاك بشكل عام، يعني بنستأجر طابق كامل، طابق كامل ببناء، نعم، بنقوم بتقسيمه لعدة مكاتب، تمام، بعد إصدار طبعا جميع الموافقات اللي تابعة لدائرة الأراضي والأملاك والبلديات والدائرة الاقتصادية، فبقوموا هم بإعطائنا سيستم اسمه سيستم إيجاري، نعم، تمام، هذا تابع لدائرة الأراضي والأملاك. فمن خلاله احنا بكون عقدنا مع المالك استئجار وإعادة تأجير، تمام، كعقد الإدارة يعني. فاحنا نقوم بتأجير هذه المكاتب للشركات، لكل الشركات يعني، تقريبا أغلب أنواع الشركات احنا بنأجرها. فبالتالي كل طابق بيكون متواجد فيه أكثر من 20 ل 25 شركة بأجور يعني نوعا ما أخفض من المكاتب الكبيرة، هي بتكون تمام، عبارة عن مبالغ تتراوح ما بين 30 ل 35 ل 40 ألف حسب إطلالات المكاتب وحسب الأمور. مجال عملكم هنا في دبي ولا واسع شامل الإمارات كاملة؟ حاليا احنا بس في دبي، نعم، لأنه الفكرة تبع موضوع مركز الأعمال هي حاليا مطبقة فقط في دبي. تمام. هي مطبقة بأماكن ثانية ولكن ليس بنفس النظام. ليس بنفس النظام. بدنا قصة ثقة عن عميل في الشركة هون، صارت قصة ثقة مثلا؟ والله احنا بتصير معنا كثير قصص ثقة يعني من الموضوع هذا. احنا يعني يعني اغلب، شوف احنا آلية العمل عندنا، احنا بشكل عام الشركة عندنا اخذ ثقة كبيرة بالاخص بالدائرة الاقتصادية، نعم، وبكثير مجالات يعني. احنا كمان لانه احنا عندنا فرع من الشركة هو خدمات رجال عمل، تمام، فاحنا بنقوم تاسيس الشركات وبنقوم بفتح الرخص التجاريه والامور هاي بجميع انواعها. فهذا نوعا ما احنا تختصوا كمان طبعا رخص. طبعا طبعا مختصين احنا، لانه احنا عندنا شركه اسمها السنيار لخدمات رجال الاعمال، نعم، تمام. فاحنا هاي من ضمن شغلنا يعني، كمان احنا بناسس الشركات وبما فيها من امن المكاتب ومن امن الموضوع هذا. فشوف، بالنسبه لموضوع الثقه مع العميل، انت لما
تعطي الثقة الكاملة للعميل أساسا أول ما يستأجر أنت، وتقدم له كل الضمانات اللي هو بيطلبها، وبالمقابل العميل بيقدم لك جميع الضمانات اللي أنت تطلبها. فإحنا اليوم الحمد لله المركز مؤسس من سنة 2014، لتاريخ اليوم إحنا ما علينا ولا شكوى، ولا الحمد لله قدمنا شكوى بأي عمل. بفضل الله، الحمد لله رب العالمين، نجاح إلى نجاح إن شاء الله. لكل إنسان نظرة مستقبلية، الوصول إلى النجاح هو وصول إلى القمة، لكن المحافظة على القمة هو بحد ذات النجاح. طبعاً. بعد 5 سنوات ودنا نشوف شركة الاختيار الأمثل. شوف أستاذي الكريم، اليوم إحنا بفضل الله يعني بإمارة دبي بالأخص، بتدخل أنت على أي دائرة حكومية لتخلص أي معاملة، فبالتالي بعد ما تخلص وتنجز المعاملة ب 15 دقيقة بالضبط بكون جايك تليفون بيسألك فيها من موظف الاستبيان ما مدى رضائك عن خدماتنا. فأنت لما تكون واصل لهالمرحلة هاي من التطور بإمارة دبي، شو بتتخيل نفسك أنت وين توصل من التطور وتوصل من... فبإذن الله دائما إحنا بالقمة إن شاء الله. فعلا نحن اليوم في دولة الإمارات ننعم بنعمة تسمى نعمة الأمن والأمان. الحمد لله. إذا وجد الأمان وجد الاستقرار وجد الاستثمار. أكيد طبعا. فمن واجبنا إن نوصل رسالة شكر لحكامنا وأمرائنا في دولة الإمارات لوصولنا إلى هذا التطور. أكيد طبعا. تفضل بطاقة الشكر. طبعا احنا يعني عاجزين عن الشكر بهذا الموضوع، الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. وشكر لكل حكامنا، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم الدولة، سمو الشيخ محمد بن زايد، سمو الشيخ محمد بن راشد، يعني يعجز اللسان عن الشكر بالأمن اللي احنا عايشين فيه. طبعا هاي نعمة يفتقدها كثير من الناس يعني نعم. بالوقت الحالي نعم. فالحمد لله دائما وابدا يعني شكرا للإمارات، وبعمرنا ما حسينا نفسنا انه احنا وافدين هنا، احنا الحمد لله اولاد بلد عايشين طول عمرنا. ما مدى الرضا عن الخدمات اللي بتقدمها الدوائر الحكومية هنا في دبي وبالاخص في دولة الإمارات؟ شوف بالنسبة للدوائر الحكومية احنا اغلب شغلنا متعامل مع 3 دوائر اللي هي دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الاراضي والاملاك والبلدية. تمام. فاحنا اغلب شغلنا بشكل عام احنا المسؤولين عنه بشكل عام يعني هم اغلبهم تعاملاتنا مع الدائرة الاقتصادية. طبعا الدائرة الاقتصادية عندهم طاقم اداري يعني جدا متفهم وجدا بيساعدونا، حتى يعني نحن مستعين فيهم بإدارتنا الداخلية. لما نتعرض لأي مشاكل بإدارتنا الداخلية أو بمنافسات السوق بشكل عام مستعين فيهم. وبحب أخص بالشكر الأستاذ عمر شاهين، هو مسؤول بالدائرة الاقتصادية، نرجه له كل التحية طبعا. تمام. والأستاذ عمر شاهين بشكل عام يعني هو تقريبا مسؤول المراكز، فدائما وابدا يعني احنا بنسميه حلال المشاكل يعني، فدائما صاحب الوقفه الرجوليه بالضبط، دائما يعني حتى هو بيساعدنا بالتسويق، بيساعدنا بكثير شغلات، هو يعني اغلب امورنا بتكون بالتعاملات معه هو، فجدا مرتاحين احنا بالتعامل معه ان شاء الله باذن الله. نوجه له كل التحيه ان شاء الله. واحنا سعيدين جدا في ان استضفناك في برنامجنا المتواضع، ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، الى هنا نختم حلقتنا لهذا الاسبوع، انتظرونا كل اسبوع على قناه سما الخليج وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.